تيسبريس.com أول موقع إخباري إلكتروني بتسنيد جنوب المغرب. كما يعرف الجميع بأن مجموعة من الفرق الرياضية بمدينة تيزنيت حققت واحد الحلم اللي هو مهم جدا، هو حلم ديال الصعود. هذه مناسبة باش نهنيو فريق رجاء تيزنيت اللي استطاع أنه يحقق الصعود للقسم الشرفي، وكذلك فريق إترال حتى هو اللي حقق البارحة الصعود للقسم الممتاز. وهذه مناسبة باش أننا نشكروا الطاقم التقني ونشكروا الطاقم الإداري، المكتب المسير ديال هاد الفرق على كافة الخدمات اللي قدموا. وهي كذلك مناسبة باش نأكدوا بأن هاد المسار اللي خدته الرياضة بمدينة تيزنيت أعطى الأكل ديالو. كنشوفوا حتى بالنسبة للفرق الأخرى اللي ما استطعتش أنها تحقق الصعود، يعني استطعت أنها توصل للمقابلات ديال السد، كاين معظمها استطاع أنه يوصل إلى مرتبة التواصل أو على الأقل المرتبة الثالثة في البطولات اللي كيمارس فيها. وكما قلت يعني هذه مناسبة باش نحييو هاد الفرق، نحييو كذلك الجماهير اللي كتبع هاد الفرق هذه وسندتها في السراء والضراء. والجماعة ديال تيزنيت كتهنيهم وكتمنى لهم كل التوفيق. طبعا كتشتغل مع هاد الفرق في تداوم وفي كتستجب المطالب ديالهم بكل يعني أريحية، طبعا في حدود الإمكانات اللي هي متاحة. وماشي فقط كرة القدم اللي حققت إنجازات، كذلك الرياضة الأخرى هي حققت إنجازات مهمة، والجامعة كتساهم في التنشيط ديال هذا المجال هذا من خلال مجموعة من الأنشطة، من خلال مواكبة الجمعيات النشيطة على مستوى المدينة، وكذلك كتساهم من خلال المقارنة التنوت اللي فيه أزيد من 25 نشاط أو تظاهرة رياضية، وشاركوا فيها المئات من الشباب والأطفال والنساء ديال المدينة. وعندنا كتتويج لهذا المقار التنوت، عندنا حفل التميز اللي هو من بين التقاليد السنوية المهمة جدا للمتميزين رياضيا على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الجهوي والوطني وكذلك على الصعيد الدولي، بالإضافة طبعا للرياضة المدرسية. كنعرفوا بأنها حققت كذلك إنجازات مهمة جدا وبوءات تيزنيت المكانة اللي كتستحق. هذه مناسبة باش نشكرهم جميع، ومناسبة باش أننا نحييو كل كاع الناس اللي اشتغلوا باش أننا نشوفوا هذه السنة هذه النتائج ونقطفوا هذه الثمار هذه.